في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. لا تقلقوا. وكيف لا نقلق؟ دعوني أتصرف. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. يا امرأة، ما لي ولك يا امرأة؟ لم تأتي ساعتي بعد. مهما قال لكم ففعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مترين أو ثلاثة. املأوا الأجران ماءً. فملأوها إلى فوق. استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمراً ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس: كل إنسان يضع الخمر الجيد أولاً، ومتى سكروا فحينئذ أدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. وبعد هذا انحدر إلى كفرناحوم هو وأمه وأخوته وتلاميذه، وأقاموا هناك أياماً ليست كثيرة.